أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: الأمن والإياس ينقلان عن الملة، هل المسلم الذي يأتي بالطاعات والعبادة بكثرة ولكن ييأس ويقنط بأن الله سبحانه لا يقبل منه هذه العبادة وأنه من أهل النار، هل هو كفر؟ نعم كفر، الذي يقنط من رحمة الله هذا كفر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يجوز القنوط من رحمة الله ولا اليأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بدل أنك تيأس من رحمة الله، الواجب أنك تتوب، أنك تتوب إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. ولو كانت ذنوبك كثيرة وعظيمة فإن الله يمحوها عنك ويغفرها لك،